ب 79 14200 في 79 عندك 1700 في 127 يا بني يا وليدي صفقوا عليه صفقوا عليه بذكاء حاد وبعبقرية أقل ما يقال عنها أنها اندثرت في زمن الرداءة والتفاهة. تميز هذا العبقري الصغير ابن ولاية الأغواط الجزائرية وباسم سعد سعودي، حيث أن هذا الطفل الجزائري أبهر العالم بذكائه الاستثنائي في حل العمليات الحسابية الصعبة لمادة الرياضيات، بحيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو يظهر طفل يدعى سعد وهو يقوم بحل التحديات الحسابية الصعبة بكل سهولة وثقة. وينحدر سعد سعودي من مدينة أفلو في ولاية الأغواط بالجزائر، وقد أدهش الجميع بقدرته على حل التحديات الرياضية بسهولة وسرعة مذهلتين. ويتمتع سعد بطاقة عملية استثنائية ويتميز بقدرات حسابية مذهلة، حيث يقوم بحساب العمليات الصعبة في ثوان معدودة وبدقة عالية. وقد أثار إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي بهذه القدرات الرائعة، مما دفعهم إلى منحه لقب إينشتاين الجزائر تيمنا بعبقرية العالم الشهير ألبرت إينشتاين. فيا إخواني، لا تتركوا هذه الموهبة للنسيان، يجب على كل الجزائريين دعمه بكل ما يستطيعون لكي يكون هذا الشبل ذخرا لبلادنا العزيزة. هل العملية صح؟ شت شوف هل العملية شوف هل العملية صح؟ ديرو هاي 92124 92124 في 52 في 52 52 خذ روح وضع 1700 سعد عندك 1700 في 127 من بلاصه سكنتها افلوي ولايه الاغواط صح نعطيك عمليه حسابيه بحال تجيبها صحيحه سعد خفه السلام عليكم واش راك؟ لاباس واش اللي الاسم تاعك واللقب؟ سعد ولا سعد واش من ولاية واش؟ 1700 في 127 أرواح وراك رايح في 127 في 1700 ايه خلوه يحسب خلوه 200 15 يا بني إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو.